مساء الخير أعزائنا المتابعين، ها قد عدنا مع حلقات الدكتور أحمد المجلم، اختصاصي أول المسالك البولية وجراحتها في مستشفى المواساة الجديد، مع برنامج أعرف أكثر. وحلقة اليوم أو الليلة الليزر في جراحة المسالك البولية. بداية دكتور بنهنيك على المشاركة الدولية في مؤتمر المسالك البولية في المملكة العربية السعودية، دوام التوفيق والنجاح دائما إن شاء الله. الله يسلمك دكتور. بداية كمدخل عام عن الليزر، ماذا تعني كلمة ليزر؟ ممتاز. قبل هذا مساكم الله بالخير متابعينا على الانستغرام وعلى الفيسبوك. الحمد لله احد الاهداف اللي كنا نطمح لها من فترة ان جمهورنا في صفحتين مستشفى المواساة الجديد ان نوصلهم على اساس يكون تفاعل اكبر وانتشار المعلومة اكثر. موضوع اليوم موضوع الكل في الفترة الحديثة إذا سمع ليزر يظن هناك شيء غيره من العمليات أو شيء من ذلك. طبعاً من المفارقات أن كثير من الناس تظن كلمة ليزر أنها كلمة لحالها، هي في الحقيقة هي اختصار لجملة طويلة. ليزر هي اختصار لكلمة light amplification by simulated emission of radiation، بالعربي شعاع من الضوء المتماسك من خلال عملية التضخيم البصرية. شايفين هذه كلها اختصارها كلمة ليزر. فلذلك لما نطلق كلمة ليزر هي تعني كل هذا. اليوم شوي افتتاحتنا فيزيكس بس انه مهم لي فهم الموضوع. طالما دخلت موضوع الفيزيكس، ما هي خصائص الليزر الفيزيائية دكتور؟ ممتاز. طبعا الليزر شنو فرقه عن طبعا احنا مثل ما قلنا هو شعاع من الضوء، فراح نتكلم عن الضوء من ناحية الفيزيائية. الضوء العادي يسمونه polychromatic متعدد الطيف، يكون incoherent الموجات الضوئية غير متناسقة، يكون منتشر divergent، يكون عادة ذو حدة خفيفة، لأن عدا ذلك راح تحرقنا الليتات أو راح يحرقنا الضوء. فكرة الليزر ان هذه الموجات الغير متناسقة المتعددة الطيف ان نوحدها فيكون احادي الطول الموجي، يكون مترابط عشان يعطينا نفس الاداء المراد من هذا الليزر، يكون متوازي غير منتشر حتى يتركز الاثر الضوئي واثره على المراد تسليط عليه الليزر، ويكون ذو شدة عالية حتى يكون له اثر. طبعا هذا الليزر استخدام الصناعي، الليزر في الطب، الليزر في اي ممارسه، هذه فكرته بشكل عام. طيب الليزر حتى يتكون طبيا يكون هناك مرآة عاكسة ومرآة يخرج منها الليزر، يمر من خلالها تيار او مصدر طاقة، ويكون هناك وسط ينشئ هذا الليزر بمواصفات معينة حتى يخرج لنا الليزر لغرض طبي معين او لغرض صناعي او لغرض عسكري، ايا يكن الفكره واحده، الفكره من حيث التطبيق واحد. رائع دكتور. ذكرنا الخصائص لكن هناك انواع، ما هي انواع الليزر؟ ممتاز. طيب ممكن احنا نقسم انواع الليزر على امرين علميين فيزيائيين، اما عن التردد الطيفي للليزر، التردد الطيفي، او المادة الميديا او المنشطة للليزر اللي يكون على اساسها تقسيم الليزر. لو اخذناها على المدى الطيفي اللي هو التردد الطيفي للليزر، قد يكون ما يسمى الترافايوليت فوق البنفسجي او تحت الاشعة الحمراء، وما بينهم هي الاشعة اللي تكون عادة ظاهرة للعين المجردة لطبيعة الفيزيائية للمادة المستخدمة لهذا الليزر. ليزرنا الطبي اغلبه يكون في خانه الانفراريد تحت الاشعه الحمراء. موضوعنا اليوم يدور خاصه تحت الهولميوم والثوليوم، نوع من انواع الليزر راح نفصل فيها في مرحله اخرى. الطريقه الاخرى لتقسيم الليزر ان يكون الماده طبيعه هذه الماده او الوسط الذي ينشا خلاله الليزر. قد يكون مصدره غازي، كيميائي، صلب، أو يكون معدني، أو يكون عن طريق الموصلات. طبياً أغلب ما يدور الاستخدام الطبي في الليزر إما في الطبيعة الغازية أشهرها الأرجن ليزر، أو الطبيعة الصلبة. هناك أشياء كثيرة منها عندنا مثلاً
الهولميوم الثوليوم هذه كلها اشعه ذو طبيعه صلبمه، وهناك الكيميائي وهناك غيرها، لكن طبيا ندور في حول الحاله الصلبه والحاله الغازيه. رائع جدا دكتور. كيف يعمل الليزر؟ ممتاز. طبعا هذه الفكره استخدمها طبيا استخدمها صناعيا، الفكره واحده. الليزر عندنا احنا لما ينشأ الليزر هناك عدة امور يتحكم فيها الصانع لهذا الجهاز او هذا الليزر اعتمادا على الموجات النبضية للليزر وقوة الليزر، تمام، حتى يكون هناك له اثر على المراد، الشيء المراد تسليط الليزر عليه. فطبيعة الحال مثل ما قلنا هو مصدر ضوئي فعله واثره على الشيء الذي راح يسلط عليه الليزر هو اثر حراري في بطبيعه الحال. فلما يكون ذو موجه نبضيه عاليه وقوه ليزر عاليه، طاقه الليزر المستخدمه عاليه، يكون الاثر ماله عن طريق احداث موجه حراريه عاليه فتذيب هذا الشيء المتلقي للليزر، تحدث تصدعات في هذا الشيء المسلط عليه الليزر، المادة المسلطة عليه الليزر، في حين لما يتحكم الصانع للليزر أنها تكون موجات نبضية قصيرة مع تحكم في قوة الطاقة يكون الأثر أقل حدة. فلذلك هذا الآن معدن، هذه صورة إلكترونية لأثر الليزر في المعدن، لما يكون ذو طاقة عالية وموجات نبضية عالية يكون الأثر ماله أشد على المادة المسلط عليها. هذا طبيا عادة نستخدمه في الحصوات، لأن الغرض أنها تتفجر الحصوة، أنها تتكسر الحصوة، في حين لما تكون النبضات قصيرة والطاقة أقل يكون الغرض أنه يكون الأثر سطحي ناعم من غير تصدعات شديدة. هذا بالعادة أحيانا نستخدمه في الحصوات، لكن أشهر استخدامه في تسليط الليزر على الجلد والأنسجة الطرية في أي نسيج في الجسم. فالفكرة هذه الفكرة واحدة في جميع الحقول العلمية والطبية وغير الطبية، فهذا بهذه الطريقة يقع أثر الليزر. إذن وصلنا إلى كيف عمل الليزر، نود أن نعرف أيضا مزيد عن التفاصيل عن كيفية أو تأثير الليزر على الأنسجة المختلفة. تمام. طبعا إحنا مثل ما قلنا عمق الليزر هذا أمر يتحكم فيه عدة عوامل، اللي هو النبض المتردد للليزر، القوة التي يتم استخدامها في الليزر، لكن الوسط الذي يستخدم لتضعيف أو لمضاعفة أثر الليزر حسب المعدن أو الغاز أو أي يكن له طبيعة فيزيائية. لعل مثلا احنا نتكلم اليوم عن ثوليوم أثره مو عميق في الأنسجة، في حين مثلا على سبيل مثل النوديوم ياد أثره عميق جدا على الأنسجة. احنا هنا حاطين صورة للجلد، فلك أن تتخيل العمق. بماذا يعني هذا الكلام طبيا؟ هذا الآن كلام فيزيائي، كيف نفسره أو نترجمه طبيا؟ طبيا لما أنا يكون عندي الأثر عميق فأثر على الأنسجة عميق، فلذلك يستخدم الليزر الأثر عميق لأمور مثل القص، القطع للأنسجة أو أشياء مثل ذلك، لأن المراد منه أن يكون عميق في الأنسجة. الأثر السطحي يكون أنعم وأقل في الأنسجة. متى يراد هذا؟ أكثر الأحيان في الاستخدامات التي تكون على الجلد. لكن لماذا مهم هذا الأمر في استخدامه في الجهاز البولي؟ أغلب استخدامات الليزر تكون داخل الجهاز البولي وليس في خارجه بطبيعة الحال. إذا كان الأثر عميق راح يترك أثر على الأنسجة، والأنسجة الجهاز البولي هي أنسجة رقيقة جدا، فإحنا ما نريد هذا الأثر العميق، لأن إحنا ما قاعد إحنا نتعامل مع حصوة أو مع نسيج طري في جهاز البولي، لأن الأثر العميق راح يترك أثر أشد في الأنسجة، فقد يترجم ذلك بآثار جانبية أعلى. فلذلك الاستخدام السطحي مثل الليزر الثوليوم آمن جدا، لأن عمقه النسيجي سطحي جدا فيعطي أمان في الاستخدام الطبي بشكل أعلى. رائع جدا دكتور.
السؤال التالي، ما هي استخدامات الليزر في جراحة المسالك البولية؟ ممتاز. طبعا استخدامات الليزر طبيا متوسعة جدا، الاستخدامات حتى في المسالك البولية متوسعة جدا، لكن من بعد ان نحصر الامور حتى يكون عندنا تصور جيد، هناك احد عوامل او يعني مجالات رئيسية في استخدامات الليزر. على رأس القائمة تفتيت حصوات الجهاز البولي، يأتي بعدها عمليات البروستاتا سواء التقشير أو التبخير أو أي يكون، والأورام اللي تكون في بطانة الجهاز البولي، لعل أشهرها الأورام اللي تكون في بطانة الحالب، بطانة حوض الكلية أو بطانة المثانة. رائع جدا. قلنا عن الاستخدامات، ولكن ما هي أنواع الليزر؟ طبعا انواع الليزر مثل ما ذكرنا الانواع كثيره، يتم اختيارها بناء على مواصفاتها الفيزيائيه وتطبيقات هذه المواصفات خلال الاستخدام الطبي. لكن اليوم حتى لا تتشعب فينا الامور وحتى نركز على اكثرها انتشارا واستخداما، هناك الليزر الاخضر ما يسمى، او الليزر الهوليوم، او ليزر الثوليوم فايبر ليزر، او اللي يعتمد على ماده الثوليوم كوسط للليزر. فهذه انواع الليزر لها مميزات، لها عيوب، لها مثل ما نقول ليميتيشن في الاستخدام، يحد لنا طريقه استخدامها. فلذلك الطبيب يتنوع بين هذه الاختيارات لغرض طبي معين او لتواجد هذه التقنيه عن غيرها من التقنيه. ذكرت الأنواع، لندخل في التفاصيل بما هو الليزر الأخضر الKTP واستخداماته. الKTP أو ما يصطلح عليه الليزر الأخضر، طبعاً KTP هي اختصار لكلمة بوتاسيوم تيتانيل فوسفيت، المادة أو الكريستالات المستخدمة. هذه شكل الكريستالات في الاستخدام الصناعي، ويتم طبعاً مثل ما قلنا لها تردد طيفي، فيصدر لها ضوء أخضر خلال الاستخدام، هذا شكلها خلال عملية حقيقية. طبعاً لسبب هذا التردد الطيفي العالي لابد يستخدم الطبيب نظارة حماية للبصر بما فيها جميع الطاقم الطبي، لأن لها تردد طيفي عالي. استخدامها حقيقة ينحصر هذا النوع من الليزر في تبخير نسيج البروستاتا. ماذا نعني بالتبخير؟ لما يسلط الضوء أو الليزر على النسيج يبدأ هذا النسيج يتبخر أو أنه يذهب، مثل ما أنه يتم كشفه أو إزالته عن طريق الليزر. فلذلك هذا الليزر استخدامه يكاد يكون حصريا على عمليات البروستاتا. عادة هذا النوع من العمليات يكون للبروستاتا ذو الحجم المتوسط أو الحجم الصغير، ليست من الخيارات الأولية في البروستاتا اللي ذات التضخم العالي. شكلها بالعملية هذا النسيج، بعد ما يسلط الضوء نشوف انه توسع المجرى البول وتم ازالة الشكل السطحي للتضخم. هذه العمليات، هذا النوع من الليزر حقيقة غير متوفر في القطاع الخاص، متوفر في القطاع الحكومي وفي بعض المراكز فقط. له اثار جانبية بطبيعة الحال، لما نستخدم ليزر كل الفكرة ان هناك مصدر حراري، فقد يكون بعد العملية هناك بعض الحرقان، بعض الآثار البولية عادة تذهب مع الوقت. طيب ذكرنا أسماء الليزر، طب ما هي استخدام ليزر الهوليوم؟ ممتاز. ليزر الهوليوم طبعا نرجع، هو مثل ما قلنا هذه الأسماء لما نسمع هوليوم، KTP، ثوليوم، هي الذرات اللي تستخدم لمضاعفة هذا الليزر وإصدار هذا الليزر بطبيعة معينة لغرض طبي معين. فالهوليوم هو حقيقة معدن، تمام، معدن. هذا وضع الليزر عندنا، يكون هناك مصدر ضوء، ياد كريستلز هي عبارة عن يوتريوم ألمنيوم جارنت كريستل، يوضع خلالها أيونات الهوليوم حتى يصدر لنا الليزر بطبيعة معينة حتى يتم استخدامه طبيا. طبعا هذا الليزر يتفاوت في الأداء، يعني في صناعات الطبية يكون كل وحدة منها تصدر لنا طاقة 30 واط طبي، يتم مضاعفتها بمضاعفة وحدات الليزر حتى أعلاها في الصناعة الطبية ما يكون طاقته بين 120 إلى 150 واط استخدام طبي،
اشهرها واكثرها قوه يعني في المجال الطبي على يعني استخدام العالمي هو شركه لومينس تحت مسمى موزس. هذا الجهاز الليزر متوفر حاليا في الوقت الحالي فقط في القطاع الحكومي. استخداماته يكون في الحصوات، في البروستاتا، في ايضا الاورام بطانه الجهاز البولي. طبعا كل ما صغر الجهاز حجما قل ادائه، لذلك في اغلب القطاع الطبي الخاص يكون هناك الوحده الصغيره اللي هي 30 واط. بطبيعه الحال كل ما صغر اداء الوحده يكون يترجم ذلك في قدره الجهاز في اداء الطبي، وينعكس ذلك طبيا راح نشرحها فيما بعد بشكل حتى يكون عندنا تصور واسع. طيب ما هي الاداه اللي يكون يتم عن خلالها مرور الليزر؟ هي ما يسمى الفايبر او السلك الليزري، يمر من خلاله مصدر الطاقة وينتقل إلى النسيج. طيب شنو استخدامات الليزر؟ نعيد الحصوات. في العادة عندنا ما يسمى تقشير البروستاتا، يكون يدخل الدكتور ثم عن طريق الليزر يفصل التضخم البروستاتا من قشرة البروستاتا الجراحية ويتم إزالة النسيج هذا إلى المثانة، ثم يتم إزالته عن طريق جهاز خاص، منها أيضا تفتيت الحصوات في الجهاز البولي سواء من المثانة إلى الكلية. لما نتكلم عن بطانة الجهاز البولي، الفكرة بكل بساطة يكون هناك نتوء لحمي في جهاز أو في مثانة في بطانة الجهاز البولي، يتم تسليط الليزر بحيث أنه يأخذ هذا الورم من القاع ويتم التخلص من هذا الورم كتشخيصيا وعلاجيا. رائع جدا دكتور. بما انك حلقتنا الليله عن الليزر في جراحه المسالك البوليه، يوجد كمان ما هو ليزر تي اف ال، مختصر تي اف ال وما هي استخداماته؟ طبعا تي اف ال هي اختصار لكلمه ثوليوم فايبر ليزر، هي من احدث التقنيات التي دخلت في المسالك البوليه كجهاز ليزر في الوقت الحديث. شنو الفرق عن بقية الليزر؟ خلنا نأخذ كفروق تصنيعية وفروق فيزيائية. طبعاً مثل ما قلنا الليزر عبارة عن طاقة وتردد نبضي، وهذا له تفسير له أثر على استخدام الطبي. بمعنى عندنا الليزر الهولميوم على سبيل المثال، الطاقة مالته تتراوح بين 0.2 جول إلى 6 جول. هذه الحرية في استخدام الطاقة تعطي الطبيب أريحية في استخدام الليزر ضمن المتوافق عليه طبيا. أحيانا أحتاج أستخدم طاقة قليلة تكون آمنة على أنسجة معينة، وأحيانا أحتاج أستخدم طاقة عالية مثل الحصوات وما شابه. في حين الليزر الثوليوم أعطانا قدرة أن ننزل بالطاقة إلى 0.025. ماذا يعني هذا طبيا؟ شنو يعني شنو أنا أفهم كمريض؟ شنو راح يفيدني هالشيء؟ في بعض الاحيان مثل التعامل مع الحصوات خلال الحالب البول، الجهاز الحالب جدا بقناه الصغر، لما استطيع انا كطبيب ان استخدم ليزر ذو طاقه منخفضه، اثر الليزر على الانسجه المحيطه اقل، فيعطيني مضاعفات اقل ويعطيني امان طبي اعلى. هذا من حيث الطاقه. طيب من حيث التردد، عندنا في الليزر الهولميوم التردد فيه الى 120 هرتز، في حين في الثوليوم فايبر ليزر يكون التردد الى 2000 هرتز. طيب انا كمريض مره ثانيه دكتور فسر لي شنو معناتها الكلام؟ خصوصا في الحصوات لما يزيد عندي احد العوامل لانتاج الطاقه ووصولها للحصوه يعتمد على عاملين رئيسيين، الطاقة المستخدمة وتردد الطاقة. كل ما زاد التردد ينعكس هذا الأمر بمعنيين طبيين أو أكثر من معنى. المعنى الأول أنه يعطيني قدرة تفتيت للحصوة أعلى. رقم اثنين يعطيني قدرة أن أوصل إلى تفتيت متناهي الصغر. طيب شنو هذا يعني دكتور؟ لما يوصل النسيج المتفتت للحصوة متناهي الصغر، قدرة الجسم على طرد هذه الفتات أعلى، بما معنى نتيجة أفضل. طيب شنو هذا يعني بعد زيادة دكتور؟ عندي طاقة وعندي تردد، العملية
اللي احنا انا مثلا خلينا نقول نضرب مثال حتى يتضح فيه الحال. لو عندي حسوه بالكليه حجمها 1 سم يبنى لها ليزر من 120 او يبنى لها ليزر اللي هو ثوليوم فايبر. خلينا نقول عندنا ليزر هوميوم 30 واط اللي هو المنتشر اكثر في القطاع الخاص اللي هو الوحده الصغيره من الليزر، راح تاخذ مني تفتيت هذه الحسوه ممكن ساعه كامله. لو انا عندي الهوميوم ال 120 اللي هو 4 اضعاف من الليزر المعتاد تواجده في القطاع الخاص، تضرب العامل الوقت هذا بأربعة وقسمه على 4، يعني الحسوه مثلا اللي تاخذ ساعه ممكن تاخذ 20 دقيقه او نص ساعه او اقل من ذلك او اكثر حسب طبيعه الحسوه واستجابه الحسوه. زين لو عندي 2000 هذا راح يقول عمليه اقصر. زين واحد يقول دكتور شو الفرق؟ نهايه المطاف انا راح اخذ عمليه الحسوه راحت. وجود المنظار داخل الجهاز البولي ساعه اثر على الجسم غير لما يكون 20 دقيقه. حاجتي الطبيه لاستخدام عمليه طويله شرحي العكس استخدام تخدير اطول. في بعض الحالات لما استخدم تخدير اطول ماذا يعني ذلك؟ مضاعفات التخدير اعلى. طيب ماذا يعني ذلك ايضا؟ لما يكون عندي اداء الليزر اضعف، الفتات حجمها اكبر، متبقي الحصوات اعلى، طردها ياخذ وقت اطول. ماذا يعني ذلك؟ وجودي في الحاله البوليه او في الكلى او في البروستاتا لفتره طويله، وجود اي جهاز خارجي داخل الجسم وعلى عكس طبيعه الجسم يعرض لضيق المجرى البولي، ضيق الحالب، مشاكل اللي هي تكون على المدى الطويل. كل ما كان مدتي اقصر كل ما كان مضاعفاتي اقل، نتائجي افضل، وينعكس هذا بطبيعه الحال على المريض. فلذلك طبيا تم تبني هذه التقنيه عالميا لكل هذه المميزات. طيب استخداماته مثل ما سبق جميع هذا الاشياء من حصوات لاورام الى تقشير البوستات. طيب احنا لله الحمد في مستشفى المواساة حرصنا جميعا كقسم مسالك بولية كمستشفى وتوجه لتبني التقنيات الحديثة ان نوفر لمرضانا عسى الله يديم عليكم الصحة والعافية افضل التقنيات واحدثها. يرأس على رأس قائمة ثوليوم فايبر ليزر وشركة عريقة شركة اولمبس. طبعا بعضكم يعرف اولمبس ككاميرات. اولمبس هي شركة ضخمة جدا لها قطاع طبي واسع، ومما تميزت فيه صناعة هذا النوع من الليزر. لله الحمد متوفر عندنا هذا الليزر من شهر 12 لله الحمد، وتم اجراء بعض العمليات فيه وفي ازدياد لله الحمد. فلذلك ودنا نبشر مرضانا بوجود هذه التقنية، ولله الحمد ايضا هي حصريا حاليا فقط في مستشفى المواساة. اخواننا وزملائنا في مستشفيات اخرى لحد الان ما توفرت عندهم هذه التقنيه، فاذا كان عندك حصوات في الجهاز البولي اذا اردت نتيجه افضل باذن الله فرصتك بتوفر هذه التقنيه وبشكل حصري لهذا الوقت لهذا الاعلان فقط في مستشفى المواساة. طيب استخدامات مثل ما قلنا لترسيخ المعلومه وتاكيدها، يعطينا هذه المعلومات من الشركة الصانعة، مو معلومات من عندي، هذه معلومات من الشركة الصانعة، يعطينا قدرة تفتيت أعلى، يعطينا ما يسمى تردد الحصوة. أحيانا الدكتور لما يضرب الحصوة بطبيعة الحال ينشأ طارد للحصوة فتذهب الحصوة عن مكانها أقل بشكل ملحوظ في هذا الليزر. يعطينا دقة في استخدامها في الأنسجة، في عامل امان عالي بسبب مثل ما ذكرنا الخواص الفيزيائيه في هذا الليزر، واثر الحراري على الانسجه جدا اقل مقارنه بانواع الليزر الاخرى. طيب شنو المميز بهالليزر؟ طبعا سبقونا جميع الدول المتقدمه في القطاع الطبي في تبني هذا الليزر، وهذا اللي شجعنا ان نحضر هذه التقنيه باقرب وقت ممكن الى دولة الكويت لخدمة المرضى. إيطاليا، ألمانيا، أسامي كبيرة في الطب، أسامي كبيرة في قطاع المسالك البولية
تبنوا هذا الليزر واخذ حفاوه وحظوه طبيه عاليه سواء على المستوى العلمي او المستوى العملي. اللي يحب فيكم يطلع زياده ممكن يكتب في محرك البحث او في اي مثل برنامج يوتيوب او ما شابه سولتير بريميوم سوبر بالس ليزر سيستم. مجرد ما راح تبحث راح تشوف كل هؤلاء اللي هم يعتبرون رموز وعلماء في مجال جراحه المسالك البوليه تبنيهم لهذا الليزر، رايهم في هذا الليزر، نتائجه على مرضاهم. احنا نتكلم هنا على مراجع في جراحه المسالك البوليه، وهذا رسخ موقفنا ان نحصل على هذه التقنيه. يعطيكم العافيه. الان مع احلى فقره اللي هي فقره اسئلتكم الجميله. تمام. اولا شكرا لوقت حضرتك يا دكتور، وبعض الاسئله اللي جات لنا في الرسائل خلال الفتره اللي فاتت بخصوص لايف النهارده او البث المباشر النهارده، سؤال منهم بيقول هل كل الليزر المستخدم في العمليات الجراحيه هو ليزر امن تماما وليس له اضرار جانبيه؟ بمعنى بعيدا عن فكره الاضرار الخاصه ببعض الحرقان في بعض الانسجه او غيرها، هل في اي اضرار اخرى لليزر ولا هل كل اجهزه الليزر المستخدمه جراحيا امنه تماما؟ طبعا الليزر مثل اي اداه جراحيه مثل اي اداه طبيه، ما دام يستخدم ضمن المتعارف عليه بايدي اطباء متمرسين في هذا المجال فهو امن جدا جدا. لكن يدخل اذا كان هناك استخدام نقول خارج المتعارف عليه طبيا، هناك بطبيعه الحال يكون هناك قد يكون هناك مضاعفه. لكن بطبيعه الحال اي تدخل طبي باستخدام طاقة طبية معترف فيها عالميا قد يكون هناك لها أثر على الأنسجة، لكن هني يكون القرار الطبي كيف الاستخدام الآمن لهذا الليزر لوصول أفضل نتيجة وبأقل مضاعفات ممكن. سؤال تاني جانا عن جراحات الليزر في عمليات المسالك البولية، كان خاص بفكرة هل كل العمليات الجراحية التي تتم بالليزر من الممكن إجراءها بدون الليزر ولا في بعض العمليات لا يمكن إجراءها إلا من خلال جهاز الليزر؟ سؤال جميل. بشكل عام الليزر هو مصدر طاقة الغرض منه أن يحدث أثر في الحصوة أو يحدث أثر طبي في الأنسجة. هناك بدائل، لكن هذه البدائل مثل ما نقول قل رواجها في الاستخدام الطبي. لماذا؟ أثرها أضعف، تحتاج لها أثار جانبية تجاوز قد يكون أكثر. مثل في لا زال في الطبيه نستخدم بعض الاجهزه اللي مثل ما تشوفون الدريل في الطرق يستخدم نفسها في تفتيت الحصوات، لكن هذه الاشياء قل رواجها جدا يعني في الاستخدام الطبي. لذلك الليزر يعني ممكن تشوفون الان الليزر ما يكاد في تخصص طبي الا ودخل فيه الليزر كمصدر طاقه امن طبيا وفعال، هذه اهم شيء، فعال باقل وقت ممكن وباقل اثر جانبي. احد المتابعين بيسال سؤال بيقول اجريت عمليه تفتيت الحصى الكلى او الكلى منذ تقريبا 7 سنوات، هل من الممكن ان تعود الحصوات مره اخرى؟ طبعا الحصوات بطبيعه الحال علميا اي انسان كون حصوه في حياته معرض خلال 5 إلى 10 سنوات بنسبه 50% من هذه الفئه ان تكون حصوات مره اخرى. لكن هني هنا عامل ما سبب تكون الحصوة في المقام الأول، إذا كان ذو طبيعة وراثية راح يكون أشد. لو كان هناك عوامل ممكن تغييرها كنمط الغذاء، الوزن، الحالة الطبية والأسباب الأخرى عادة ما تعود الحصوة متى ما التزم المريض بنظام صحي وغذائي ومتابعة دورية. عطفا على ذكرته حضرتك بخصوص جهاز الليزر الجديد بمستشفى المواساه الجديد، هل الجهاز الجديد يقوم بمختلف العمليات الجراحيه ام الخاصه بالمسالك البوليه ام فقط منصب على تفتيت الحصوات؟ مثل ما ذكرنا قد يستخدم في ازاله الاورام بطانه الجهاز البولي، قد يستخدم في الحصوات وهو الاستخدام الاوسع، وقد يستخدم ايضا فيما يسمى عمليات تقشير البروستاتا، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني على طور بدايه هذا النوع من العمليات في ان شاء الله خلال الاشهر القادمه، لكن حاليا استخدام بين اورام بطانه الجهاز البولي والحصوات البوليه، وايضا قد يستخدم احيانا في توسيع ضيق الحالب، توسيع ضيق حوض الكليه، توسيع ضيق المجرى احليل البول، كلها استخدامات للليزر احنا ما ذكرناها من باب بس حفظ الوقت وحتى ما يتشعب فينا الموضوع. تمام دكتور. يعطيكم العافيه وان شاء الله
وعندنا القادم شهر من الآن، ونكرر أن الحمد لله هذه التقنية متوفرة. إذا كنت تعاني من الحصوات ففرصة أن تكون تحصل على أفضل تقنية مع إن شاء الله أطباء متمرسين، وعسى هذه أيام وطنية سعيدة على الجميع، لكل من في هذا البلد المقاء وكل من يشاركنا في هذا الوطن، وتمسم على خير.